السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. رجعت لكم تاني وهعمل لكم انا هعمل لكم الرمان النهاردة، هعرفكم ازاي تفضوه من غير ايديكم ما تتبهدل، من غير ايديكم ما تتعصب منه اي حاجة، لان بصراحة بقع الرمان في الايد ما بتطلعش بسهولة، ولو عملت يعني وايدك اتبقعت منه افركها بشوية ملح او شوية خل ان شاء الله هيطلع على طول. ودلوقتي هوريكم ازاي نفضيه بطريقة سهلة وبسيطة ومش هتتعب. كده يا جماعة انا هقسمها النص كده، خلي النص ده هنا، النص التاني اخبط عليه بظهر السكين كده، بس لازم تكون حاجة غويطة شوية عشان تنزل الرمان بتاعك بسهولة في قلب الحاجة، ما يتنطورش منك على السفرة زي ما عمل معايا دلوقتي كده كده كده. اخبط عليها بس من الجناب كده بالراحة كده، وبعدين اروح ماسكاها في كف ايدي واعمل كده. اللي انا بعمله ده يا جماعة مش هيبقى على كف ايدي برضه، اللي بيبقى على كف الايد القشر نفسه اللي انا بقعد امسكه واطلع منه الحاجة كده. وبعدين هقول لكم على حاجة كمان يا بنات، الرمان طبعا ما بينزلش مية حمرة كتير ان انا اقدمه لضيوفي او اقدمه لولادي لجوزي، ان هو يتقدم كده حب ناشف من غير مية معاه كده مسكرة ومن غير الحاجة اللي بيسردها. بروح عاملة ايه؟ بروح عاملة شوية كركديه اللي انتوا شايفينه قدامكم ده، الكركديه دوت بزيد منه الكوباية وبحط في قلبها حب الرمان، وبيبقى طبيعي الكركديه انا محلياه بالسكر، وبحط الرمان في الكوباية وبروح صب عليه شوية الكركديه، بيبقى كأن الرمان دوت هي دي ميته اللي انت عاملاه بيها. ومع ده كله ان انت اصلا بتحطي الرمان في شوية سكر وبتنقعيه في التلاجة لمدة ساعة ولا حاجة، احلى حاجة ليه في الاكل انك تنقعيه لمدة ساعة كده. خلاص القشرة هيت فديت من غير ما قعدنا نبهدل فيها ولا بهدلنا ايدينا ولا اي حاجه كده، عشان ما تغيرنيش على كده. يا اما هنا هفضي النص الثاني معاكم اهوت يا بنات عشان اوريكم ازاي احطه في قلب الكوبايه اهو. وانا بعدين هبقى اخلص انا بقيت الكميه، بس هوريكم بس بالماما دي الاول كده. طبعا لو عندك انت اي حاجة تانية خشب تقيلة شوية عن الظهر السكينة، انا بصراحة ما عنديش، تفضي بيها اي حاجة بس تخبطي بيها على ظهر الرمانية كده. ايوة شايفين معايا الرمان بينزل ازاي، ولا تنزل مبهدلة بقى، ولا تقعدي تعمليها بايدك كده وتبقى ايدك في الرمان كتير مش عارفة ايه. انا عن نفسي مبحبش كده خالص، هي دي اسهل طريقة بصراحة انا عملتها، والاسهل واسهل بقى انك تعمليه مع الكركديه، تحسي فعلا ان انت بتاكلي حاجة كويسة. دلوقتي هفضيه في الكوباية واحط عليه الكركديه واحليه بالسكر وهوريه لكم برضو معايا. انا حطيت يا جماعه الرمان اهو في الكوبايه، طبعا بعد ما نقعته شويه بالسكر زي ما قلت لك قيمه تيجي ساعه كده في الثلاجه هيسقع وهينزل ميه كويسه برضو منه. انا حطيته اهو في الكوبايه وهزيد عليه برضو شويه كركديه عشان يخليه في الطعم احسن ولون الكوبايه يبقى كويس في التقديم كده كده. يا جماعه مفيش اسهل من كده خالص، اهوت وادي الرمان
تبقي بتاكليه طول ما انت بتاكليه من اول حبايه لاخر حبايه بالميه بميته اهوت. وبعدين الكركديه طعمه مقارب جدا لطعم الرمان، مش هيعمل فيه اي طعم ولا هيغير طعمه ولا حاجه، بل بالعكس ده هيبقى جميل وطعمه حلو، وفي نفس الوقت شكل الكوبايه كويس، وكأن دي كلها ميه رمان. يعني لو جالك ضيوف ولا حاجه وبتقدميها لضيف هيبقى متهيألي ان دي كلها ميه رمان. وبألف هنا وشفا، السلام عليكم ورحمه الله، واشوفكم في فيديو جديد.